تلقى القابوس وسود أهل الناموس وسود عدوكم منكوس والملك لله دوم. أيوة بسمات بسم الله الرحيم رب يا له شان عظيم خالق صراط المستقيم ميزان حق وامتحان. أيوة بصلوا على خير الأنام شفيعنا يوم الزحام ما حظوظ من صلى وصام يلقاه في حوض الورام. أيوة وتال المثل بنشد نشيد من خاطري قلت أكيد في شعب فرحان وسعيد مرفوع راسه للعنان. أيوة سطر ويا تاريخ أقول قولا فالا وأصول عليث ضرغام وشبول في عرينهم يدعى عمان. أيوة بسطر ويا تاريخ هات كلنا آذان صاغيات أذكر زمان المنجزات زمن الرخاء زمن الأمان. أيوة بعهد الفضائل والنعم عهد التسامح والشيم لو قمت أعدد ما يتم يا عجز عددها اللسان. أيوة بيعجز بيقف المداد والخير دايم في ازدياد بوجود سلطان البلاد كأننا في روضات الجنان. أيوة من مثلنا يا ناس من في عهد خالي من المحن لا خوف لا ضيم وفتن والحق محفوظ ومصان. أيوة بالله يدومك بن سعيد حاكم وذر السديد شخصك في ذي الدنيا فريد لا هنت يا سيد عمان. أيوة بأشر ولك طاع الأمر لقلك حنا نسوم العمر لو كان نارا تستعير بنخوضها واللي كان كان. أيوة بهذا وأختمت المقال وارق السموحة يا رجال لو كان يسمح للمقال أنشدت لان الصبح بان. والمسلمين كبر.